مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية في هذا الصباح وشعارات أبناء القبائل وسن الجذاع، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 18 الخاص للقعدان من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء وأول التحديات. هناك سلهود بشعار محمد بن عبيد بن حمد الحيمر المري يقدم لنا سلهود مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل القادم والمنطلق مبلش بشعار محمد بن جابر بن علي المري يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل الفايز صالح بن محمد بن علي السندوانة المري يتقدم مع الفايز. رابع المراكز وصل القادم مبلش أو وصل القادم والمنطلق مع رابع المراكز من الجانب الآخر. وصل القادم والمتسلل مكلف بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. وخامس الأسماء القادم الصاعد بشعار مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة يتقدم مع الصاعد مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة في دائرة النداء. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. هناك مكلف مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يتقدم مع أول إلى أسماء ويغير مكلف إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. ثاني المراكز وصل القادم والمنطلق مع ثاني التحديات. وصل ثاني المراكز مبلش محمد بن جابر بن علي المري يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصل هنا الصاعد بشعار مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة يقدم الصاعد مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل الذيب حمد بن هادي بن علي بن حفار المري يقدم لنا الذيب مع رابع المراكز. خامس الأسماء سلهو يتدخل مع خامس المراكز محمد بن عبيد بن حمد الحمر المري مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المنطلقة والمندفعة في دائرة النداء. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى أول المراكز وأول التحديات. هناك يتقدم مكلف مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي يقدم لنا مكلف مع أول الأسماء ويتكلف مكلف بهذه المهمة بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز وصل مبلش محمد بن جابر بن علي المري يتقدم مع ثاني الأسماء مع ثاني الانطلاقات مع مركز الوصافة. ثالث الأسماء الصاعد مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة يقدم الصاعد مع ثالث الانطلاقات وثالث التحديات. رابع المراكز الذيب حمد بن هادي بن علي بن حفار المري يتقدم بن حفار مع رابع المراكز ويقدم لنا الذيب. خامس الأسماء وصل سلهود مع خامس التحديات وخامس المراكز محمد بن عبيد بن حمد الحيمر المري مع خامس المراكز. ها هي النتيجة، ولكن هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن موعد دخولها، أراها قادمة هناك من الصفوف الخلفية نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى
لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة، فيها سرعة وفيها انطلاق وفيها أوامر وفيها تغيرات من مركز إلى مركز. نعود إلى البداية، نعود مع اللي غير الصاعد مع البداية، مبارك بن محمد بن ناصر آل خليفة يتقدم مع أول الأسماء، ولكن سلهود من الجانب الآخر بشعار محمد بن عبيد بن حمدان الحمر المري يقير، يستلم زمام الأمور سلهود ثاني المراكز، وصل القادم مع ثاني الأسماء السالمي بشعار راشد بن ناصر الجبر النعيمي، يقدم لنا السالمي مع ثاني التحديات، ثالث المراكز الصاعد بشعار مبارك بن محمد بن ناصر آل خليفة، ورابع المراكز المتدخل الحذر فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، يقدم لنا الحذر مع رابع المراكز، خامسا الشامخ حمد بن علي بن محمد بوصلعة يتدخل مع خامس المراكز. رأى الأسماء والشعارات، بدأت المراكز تتغير من مركز إلى مركز، تغيرت الأسماء وتغيرت الشعارات. الله الله، البداية والمقدمة، هناك السالمي يغير إلى الصدارة، راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع أول الأسماء وأول التحديات، ثاني المراكز الحذر فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، وايضا اول نداء واول اذاعه لظبيان حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، يتقدم مع ثالث المراكز، رابع الاسماء الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعه مع رابع المراكز، خامسا وصل سلهود مع خامس الانطلاقات، محمد بن عبيد بن حمد الحمر المري يتدخل مع خامس المراكز. وايضا ارى الاسم الذي تسلل نجد منصور بن عبد الله العطية يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات، ولكن البداية والمقدمة النعيمي مع البداية مع السالمي، راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع أول الأسماء وأول التحديات، ولكن سلهود سلهود يعود إلى الصدارة، يعود إلى المقدمة. هناك مع البداية غير سلهود محمد بن عبيد بن حمد الحمر المري مع أول الانطلاقات، يغير إلى الصدارة ثاني المراكز السالمية راشد بن ناصر الجبر النعيمي، وثالث المراكز وصل ثالث المراكز الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعة، ورابع المراكز وصل الحذر فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، خامسا وصل رهن سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، يقدم لنا رهن مع خامس المراكز. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير، لاستفتح أبواب الكيلو الخطير والأخير. الله يا سلهود، محمد بن عبيد بن حمد الحمر المري يتقدم مع سلهود مع البداية، ثاني المراكز الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعة مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز السالمي راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ورابع المراكز الحذر فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، والمريخي قادم والخيالي وصل مع خامس المراكز. يقدم لنا الشرس أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، ولكن أعود مع البداية، أعود مع المقدمة، الشامخ حمد بن علي بن حمد بوصلعة مع البداية مع أول المراكز، ثاني الأسماء الحذر فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، وصل الخيالي وصل الشرس أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يتقدم. الله الله، غير السالمي راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولكن الشرس غير أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، يتقدم مع الشرس مع البداية مع الانطلاق الأول، يغير الخيالي ويستلم زمام الأمور. ما شاء الله على هذا الأداء وعلى هذه العروض المميزة، الشرس أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، تهاني
تهانينا تهانينا والناموس لمالك الشرس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل ذحاح بشعر عبد الله بن راشد بن زيد بن ديل المري، وثالث المراكز وصل الشامخ حمد بن علي بن محمد بوصلعة، ورابع المراكز وصل الحذف فالح بن فهد بن ناصر الهاجري، وخامس المراكز وصل سلهود محمد بن عبيد بن حمد الحيمر المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك الشرس من اتانا في الامتار الاخيره احمد بن مطر بن ماجد الخيالي، والتوقيت الزمني حتى وصوله الى خط النهايه 9:44 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشرس أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، وسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل ذحاح، والتوقيت الزمني حتى وصوله إلى خط النهاية 9:48 وسبعة أجزاء من الثاني. تهى الناموس لعبد الله بن راشد بن زيد بن ديلة المري، وثالث المراكز وصل الشامخ بشعار حمد بن علي بن حمد بوصلعة، والتوقيت الزمني وحد وصوله إلى خط النهاية 9:48:13 و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.